وفقراء موريتان يتعرضوا للمؤامرة. مؤامرة شريك فيها النظام وشريك فيها النخبة الحاكمة وشريك فيها الناس اللي دعمتهم. وللأسف الشعب الموريتاني والمواطن الموريتاني يعاني من اندثار في المنظومة الأخلاقية. وأي إنسان مركز والله أي إنسان يفتح عينيه في موريتان يدور يوضح له على أن النفاق متفشي وعلى أن السرقة متفشية وعلى أن الفقراء ينظلموا وعلى أن الفقراء ما يجبروا حد يتكلم باسمهم وعلى أن الضعفاء ما يكلم عنهم ويموتوا في ظروف غامضة أمثلتها كثيرة ولأن محتاجين لا رجعوا لها. آخر حد الرجل المسن اللي رتحى من هارو قدام المستشفى ما هو جابر متك يتكي عليه في دولة غنية تعطيه الفضة الفيفيان وتعطيه السكير وتعطيه للخلق فر والعلماء ما يتكلمون والمجتمع متفشي فيه النفاق والعلماء ما يتكلموا. كنا شاكينهم ما يتكلموا يعني ما يتكلموا عن الوضع كامل ومشرعين مود سيلانسيا ولا يتكلموا. يقير بالأخص مثلا محمد حسن الددو مع الاحترام القامته وقيمته وشخصه الكريم اللي ماني لا ينقول له كالمخاسر ولا ينقل دقاء نقولها. حسن الددو دخل في قضية ليبيا وهدر دم القذافي. محمد حسن الددو دخل شور قضية سوريا وهدر دم بشار. محمد حسن الددو قال للسعودية أنها تمشي تخبط اليمن ولين حلقته السعودية وصعته وصعت جماعته ركي لشور قطر وقال أن حرب اليمن ما يصالحها. يعني بلاد النار قد عذوا وجابر له تفسيرات ويحق عنده إيش يعني هو عالم وكل شيء يعرف. يقير يا أخي نحن أولى نحن الشعب الموريتاني فقراء موريتان أولى أنك أنت تتكلم باسمهم وتتكلم عنهم وتتكلم في اللي عيشوا وتتكلم في الظلم اللي يتعرضوا له وتتكلم فعلا أنهم مدمرين وعلى أنهم موكول حيوانهم وأنهم مخلين للفقر وأنهم مخلين. يا أخي تكلم عنهم على الأقل ورانك لكن أنت تتكلم لا تيتوا تقولوا أنه وما علي يتكلم وعلي يتكلم باللي ساكت عن الحق شيطان أخرس. والقيمة العلمية والقيمة القامة اللي عند محمد حسن الددو ما عندنا احنا. يعني نتكلم أنا ممكن يتكلم الددو ويتكلم الطالب ممكن يتكلم ولد الددو، ولد الددو عنده تأثير وعنده تلاميذ وعنده واحدين صنتولو، يعني احنا مطالبينك وتتم تقول اننا حرام، نحن مطالبين من ولد الددو ويتم يقول وكيل مال المساكين انه حرام، ويتم يقول على ان ارتفاع الاسعار للمساكين انه حرام، ويتم يقول على ان معطى الفضة الفيفيان انه حرام، ويتم يقول ان معطى الفضة السكير نيجيريا انه حرام، ويتم يقول تدوير المفسدين انه حرام، ويتم يقول على ان الدولة مشرعة الفساد ومشرعة النفاق انه حرام. يعني القضية لا بد من يكلم عنها وراك منكم عندكم وانت تلاميذ وعندكم شنو الخلاق الزويقن وكل ولا ما يسمى ما خارج حد ما يسمى وما خارج حد ما ينتقد وما خارج حد ما يشقر عليه هو جننتوا به الخلق وكلها درتوه فوق شو عاد ما تنسمع معاه الناس ولا بد من يتكلم معاها والناس كامله لا بد من تعود تتكلم عن الفساد والعالم اللي ما يتكلم عن الفساد مشارك فيه والساكت عن الحق شيطان اخرس والناس لا بد من يتم يكلم عنها ولا يقدر يتم حد يعود انترناسيونال يعني يفتي لليمن انها تخلى ويفتي ليبيا انها تخلى ويفتي سوريا انها تخلى ويفتي القطر انها تخلى ويفتي الامارات انها تخلى يا غير ما يجي الموريتاني يخبط موت سيلانسي ويجينا راكب لابس زبي وطالع في طائره ولا يتكلم ورانا محترمين ولا قلنا له شي خاسر يا غير ما اللي مطالبين هو مطالبين علماء موريتان كاملين عنهم يتكلموا عن الفساد والعالم الصلي ما تكلم عن الفساد إلينا نجيبوا نحن فيه مقولة العز بن عبد السلام ما عليه ينفقه باللي هو العز بن عبد السلام ايش قال؟ من نزل في أرض تفشى فيها الزنا فحدث الناس عن حرمة الربا فقد خان. يعني أنت المجتمع عليك تم تتكلم عن الواقع اللي يعيشه الناس يوميا والظلم اللي يتعرضوا له الناس يوميا والفساد اللي عايشين الناس يوميا. هذا هو هدفك وهو اللي تتكلم عنه. وللامانه اثنين على الشيخ محمد والسيدي يحيى وقولان وكلمه الحق واعلنوا قال كلمه حق.